شكرا، مرحبا بك في موقع انصار شباب قسنطينه. كلمه بعد امضاء وانضمام رسمي الى شباب قسنطينه. شكرا. السلام عليكم، صحه رمضانكم تفوتوا بالصحه والهنا ان شاء الله. ان شاء الله بربي نكون حسن الظن الجماهير السياسيه سنفور سنفور ان شاء الله بربي نفوتوا عام ان شاء الله ونحقوا اللي في راسكم ان شاء الله. ان شاء الله. وشو الهدف تاعك كي مضيت شباب قسنطينه؟ شو اللي خلاك تسني في شباب قسنطينه؟ اللي خلاني نسني في قسنطينه هما لي سيبورتا تاعهم بكل شيء، ولا ستابيليتي اللي راهي عندهم تاع لي جوار، والطموح تاعهم تاع لي بروميير رول ان شاء الله. ان شاء الله. ميرسي، بارك الله فيك. اكساس، مرحبا بك في موقع انصار شباب قسنطينه. كلمه بعد امضاء تاعك في شباب قسنطينه. بون، السلام عليكم، صحه رمضانكم. بون، الحمد لله، راه كيما يقول لك امور جاست كيما لازم الحال. ما خبيش عليكم، كانت مفاهمه بيني وبين رئيس شباب قسنطينه نورمال، تسمى ما طولناش كاع في نيغوساسيون ولا. الحمد لله، كيما نقول لك راني سنيت في سياسي، هذا شرف ليا، والحمد لله فريق شباب قسنطينه فريق معروف، كيما نقول لك فريق من بين الفرق الكبيره في الجزائر. عندهم انصار كيما نقولوا حنايا، انصار ثاني عندهم انصار، كيفاش نقولوا، كثره الانصار تاع شباب قسنطينه هي اللي جعلتني باش نلعب في شباب قسنطينه. وان شاء الله يا خويا كيما يقول لك نعقبوا عام شباب ان شاء الله ونفرحوا الانصار ان شاء الله. وشو الهدف تاعك كي مدرس شباب قسنطينه؟ وما خبيش عليك، ابري مع قصه مع المدرب ان شاء الله هذا العام ان شاء الله نلعبوا اللقب ان شاء الله. سيتو من كاين لاعبين عندهم امكانيات كبيره، كاين بون جروب ان شاء الله. انا شخصيا ان شاء الله نجيب الاضافه للفريق هذايا ان شاء الله يا خويا. حنا كيما يقول لك البليزير ديالنا في الفوتبال كي نحصدوا الالقاب وكي نفرحوا الشعب ديالنا، هذاك هو الصح. وانا راني قلت لك راني واجد كيما يقول لك بري بور لو كومبا ان شاء الله. ان شاء الله. ميرسي، بارك الله فيك. بارك.